البحري وهذا اكتتاب الوطنية للنهج الديمقراطي. تنشكركم على هذا البرنامج ديال سلوان تي في على هذه الفرصة اللي تحتو لأنه غادي تمكنني باش نعرف النهج الديمقراطي من جهة ومن الموقف ديالو من الانتخابات على الخصوص، وإلا بقى شوية ديال الوقت ربما نعطي بعض الخطوط عريضة ومركزة جدا على البرنامج العام ديالو اللي ماشي برنامج انتخابي وإنما يتعلق الأمر كما كنسميوه حنا بالبرنامج العام للتغيير الديمقراطي الجذري. قبل ما ندوي على الانتخابات نبغي نعرف المشاهدين يعني المستعملين ديال هذا الموقع الالكتروني باش قلنا هو النهج الديمقراطي. النهج الديمقراطي بسرعه هو واحد التنظيم سياسي قانوني اللي تاسس في ابريل سنه 1995 في واحد الظروف معينه اللي ما كاينش الوقت باش نعتذر عليها. كتنظيم سياسي طبعا يعمل في العلنيه وهو النهج الديمقراطي تنظيم اشتراكي بمعنى الماركسي للكلمه، وكيعتبر نفسه بانه امتداد او استمرار طبعا سياسي وفكري ونضالي لواحد المنظمه كانت كتعمل في السريه سميتها منظمه الى الامام، واللي تاسست في 30 غشت من سنه 1970. هذه المنظمه اللي من المعروف انه قدمت واحد تضحيه جسام كبيره جدا مع شكل يعني سنوات طويله من السجون الاغلبيه ديال الاطر والمناضلين ديالها، وطبعا وما له صله يعني بالتاديب والاضطهاد والنافي الى اخره. وهذه التضحيات وصلت ايضا الى حد الاستشهادات، تنذكر منها بعض الحالات بحال الحاله ديال القائد عبد اللطيف زروال اللي كان عضو الكتابه الوطنيه لمنظمه الى الامام واللي استشهد تحت التعذيب في معتقل سري الرهيب اللي سميتو درب الشريف بالدار البيضاء. كذلك من بعده استشهدت سعيده المنبهي في اضراب طويل عن الطعام، ومن بعده وفي نفس الظروف استشهد الرفيق امين تهاني وكان ايضا قياديا كان في الكتابه الوطنيه لمنظمه الى الامام، واستشهد بنفس الطريقه اي تحت التعذيب وبدرب مولاي الشريف. هذا اذا تعريف سريع لشكون ما هو النهج الديمقراطي اللي عقد المؤتمر ديالو في سنه المؤتمر الوطني الاول سنه 2004 وشكل كتابه وطنيه والان عنده وضعيه قانونيه. بالنسبه للموضوع ديالنا اللي هو الانتخابات، في البدايه نبغي ناكد بانه النهج الديمقراطي اللي كيقاطع الانتخابات ما تقاطعش اي انتخابات، بمعنى وهذه مزيان هذه الفكره تكون واضحه. حنا كنعتبروا بانه الانتخابات اذا كانت حره ونزيهه وفي اطار او على اساس واحد الدستور اللي هو ديمقراطي تجسد يعني الاراده ديال الشعب باعتباره صاحب السياده ومصدر كل السلطات، حنا هذه الانتخابات معها وكنعتبروها اكثر من ذلك وسيله اساسيه من الوسائل الاخرى اللي تمكن الشعب من تقرير المسار ديالو، علما انه حنا كاشتراكيين نبغيو نمشيو ابعد من هذه الديمقراطيه اللي هي الديمقراطيه البرجوازيه، ديمقراطيه الانابه تنسميها او ديمقراطيه التوكيل، الديمقراطيه التمثيليه بمعنى تنتخبوا تصوتوا على واحد الشخص معين وتمشي بحال لمده 5 سنين او كذا وعاد يرجع ثاني، بينما حنا بغينا نمشيو ولكن هذا في الافق البعيد الديمقراطيه المباشره، الديمقراطيه المباشره اللي تمكن الناخبين من خلالها انهم يراقبوا ويحاسبوا ويعزلوا الممثلين ديالهم. وكذلك نريد ان نعطي في اطار هذه الاستراتيجيه يعني اكبر قدر ممكن لما يسمى بالديمقراطيه ديال المشاركه، الديمقراطيه ريبريزونتاتيف.
إذن إحنا مع الانتخابات الحرة والنزيهة وعلى أساس يعني دستور كما قلت ديمقراطي. النقطة الأخرى باش نتقدموا، إحنا قررنا المقاطعة ديال الانتخابات التشريعية ديال 2007، عليها كاين الكلام اليوم قرار من المجلس الوطني، وبالتالي نحن ناقشنا يعني ما عندناش إحنا واحد الموقف مسبق هكذا مطلق وبصفة مبدئية من أي انتخابات. كان عندنا نقاش وشفنا بأنه التقدير ديالنا بأنه هذه الانتخابات هذه الدخول لها ما تقدمش يعني الصراع في المغرب وما تخدمش المصالح ديال الكادح. النقطة الأخرى إذا نجيو نشوفوا شنو إذا هذه المسألة ديال الدستور اللي ذكرت. الدستور المغربي كما تعرفوا يعني الناس المتتبعين تعرفوا بأنه دستور غير ديمقراطي، ماشي فقط من حيث الشكل والطريقة اللي تم الإقرار ديالو بها، ولكن بالمضمون أيضا. فاللي معروف هو أنه رئيس الدولة الدستورية اللي هو الملك عنده سلطات مطلقة، سلطات غير مقيدة دستوريا، وأخص بالذكر هنا القضية ديال الفصل 19 اللي تعطي سلطات لا محدودة لرئيس الدولة. كذلك في هذا نفس الدستور اللي هو دستور 96، الصلاحية ديال الحكومة وديال الوزير الأول هي صلاحية ضعيفة جدا فيما يتعلق بتحديد وتنفيذ وإدارة سياسة البلاد. نقطة الضعف الثالثة في الدستور المغربي، الدستور الخامس بالمناسبة، هو أن الوزير الأول لا ينبثق بالضرورة عن الأغلبية التي من المفترض أنها أفرزتها صناديق الاقتراع. والحال عندنا أنه الوزير الأول اللي هو السيد إدريس جوطو حاليا هو ما منتميش حزبيا، طبعا منتمي سياسيا لأنه تيمارس واحد السياسة معينة، ولكن هو لا ينتمي لأي حزب من أحزاب يعني اللي عندها الأغلبية أو اللي ما عندهاش الأغلبية. وهذا من ناحية الدستورية صحيح، ما طرحش مشكل دستوري ولكن طرح مشكل ديمقراطي. الصلاحية ديال البرلمان كما هو معروف في التشريع والمراقبة بما في ذلك مراقبة الصناديق المالية وأكثرها وبنك المغرب، وما أدراك ما بنك المغرب، حتى هي محدودة جدا. اللي معروف جميع البلدان الديمقراطية دائما بالمضمون البرجوازي الديمقراطية أنه كاين انتخابات نزيهة ما فيهاش تزوير، حرة ما فيهاش قيود، تتعطي أغلبيات، الأغلبية تتعطي الوزير الأول وحكومة عندها صلاحيات إلى آخره. هادشي ما عندناش، عليها تنقولوا دي بأن النظام السياسي في المغرب هو نظام يعني في نظام حكم فردي مطلق، واللي فيه أن الحكومة لا تحكم، البرلمان لا يشرع، البرلمان لا يراقب، والمشكل العويص أكثر هو أنه من يحكم أو تاني ما لا يخضع للمحاسبة. إذا السلطة كاينة خارج الحكومة وخارج البرلمان ونفسها ما خضعش لشي منطق ديال المحاسبة. هذا هو العطب الأساسي، وإذا العطب هو كاين في النظام الديمقراطي، في النظام السياسي المغربي، في الجوهر ديال النظام السياسي المغربي. هذه الانتخابات، إذا هذا الجانب ديال الدستور بسرعة، الجانب ديال الانتخابات هي انتخابات ليست حرة ونزيهة. حنا في تجمع اليسار كنا صوبنا واحد ورقة واحد الوثيقة على شنو هي مقومات انتخابات حرة ونزيهة. أحد المقومات هو التقطيع، وهذا الشيء بالمناسبة اللي غادي نقول لكم حول هذا الشيء ديال الانتخابات النزيهة، واحد العدد ديال القوى كانت كترفعوا وتخلت عليه أو كترفعوا ومع ذلك دخلت الانتخابات إلى آخره. الأول هو التقطيع، الجميع كينتقدوا بأنه تقطيع انتخابي مخدوم وغير متوازن، وفي الحقيقة في الانتخابات النزيهة فيما تنشوفوها خص التقطيع يخرج بنص تشريعي صادر على البرلمان. النقطة الثانية يعني المثيرة للجدل وهي القضية ديال اللوائح.
لائحة انتخابية معروف بأنها لائحة فاسدة، وهادشي تيقولوا بما فيها تقريبا جميع الأحزاب لائحة فاسدة. المراجعة الجزئية اللي دارت مؤخرا أو اللي دارت قبل منها لم تفيد ولن تفيد، وما يمكنلاش تقطع في نظرنا مع ما يسمى بالإنزالات والريع الانتخابي. واحد مسجل في جامع يعني واحد الدوار ديال الناس من زعير وجايبهم في جايبهم للتقدم وجايبهم باش يدير إنزال انتخابي، ويمكن يسجلهم في أي منطقة في الرباط لأن القانون تيعطي الواحد في الرباط يتسجل في النظام. كاين إذا هذه القضية ديال الإنزالات الانتخابية، واللي مطروح في نظرنا هو خص هذه اللوائح نظرا للفساد اللي طبعها خصها تلغى يعني كليا وتعاود لوائح أخرى. كاين مشكل ثالث هو الإشراف ديال الوزارة الداخلية ذات الباع الطويل يعني في الزوال، واللي إذا ما خصهاش تكون مشرفة على الانتخابات، والإشراف خصو يكون لهيئة مستقلة. كاين الدعم المالي للأحزاب اللي هو غير متوازي، كاين الاستفادة من الإعلام العمومي نفسه يعني استفادة غير متوازنة وفيها واحد التمييز وواحد الحيف كبير. فيما يخصنا نحن يعني في المجلس الديمقراطي يمكن نقول لكم أنه حنا محرومين تماما من الحق في الإعلام السمعي البصري العمومي، واللي هو كما يعرف الجميع تيتمول من أموال الشعب. وقد قررنا في هذا السبب القيام يعني بواحد الحملة إعلامية باش نتوجهوا لها لواحد العدد من غير وزارة الاتصال والداخلية والعدل إلى آخره، لواحد العدد ديال الجمعيات الحقوقية والهيئات السياسية والصحافة إلى آخره، للمطالبة من تمكيننا من التعبير عن رأينا، وهذا حقنا. كاين تجريم ديال الرأي المتعلق بالمقاطعة ديال الانتخابات، كاين تدخل أعوان السلطة مشيوخ مقدمين إلى آخره، كاين إجراءات قانونية أخرى غير قلما ينتبه لها يعني الرأي العام، وهي القضية أنه العامل تيتحكم في تعيين رؤساء مكاتب التصويت، وهذا من الناحية القانونية وهذه مسطرة خاصها تلغى. وكذلك عنده استثناءان يمكن له إصدار بطائق التصويت، وهذه القضية خصت أيضا تقنى. إذا هذا بالنسبة لما قلت الشروط للانتخابات النزيهة. فيما يتعلق بالوضع العام اللي غادي تجرى فيه الانتخابات وما نطولش فيه لأنه يمكن ياخذ واحد الوقت كبير، الوضعية العامة باختصار اللي غادي تجرى فيها الانتخابات ديال 17 سبتمبر 2007 تتميز بواحد العدد ديال المؤشرات اللي هي نفسها ماشي في صالح الكادحين والعمال بصفة عامة. كاين على الصعيد الدولي غادي تلاحظوا بأنه المغرب الرسمي أقصد ارتمى بواحد الشكل لا يتصور في الأحضان ديال الإمبريالية العالمية، وبالخصوص الإمبريالية الأمريكية اللي كنعتبروها كما كنردوا في الشعارات ديالنا يعني عدوة الشعوب. انتم ما شفتوا شنو تدير أمريكا في واحد العدد ديال الشعوب في بقاع العالم، وهذا الارتماء يعني جاء وبالخصوص عن توقيع عن طريق توقيع اتفاقية ديال الشراكة. وأؤكد أنه هذه الاتفاقية تمثل واحد المخاطر كبيرة جدا على الاقتصاد المغربي، لأن الطرفين موقعا الاتفاقية غير متكافئة. الاقتصاد المغربي ماشي هو الاقتصاد الأمريكي، وأؤكد بأن الفلاحة المغربية وقضاء وجوانب أخرى ستتضرر بشكل كبير من هذا الاتفاقية. وكاين حتى واحد المشكل ديال التسهيلات العسكرية اللي ما تتردش المغرب باش يقدمها للولايات المتحدة الأمريكية، في الواقع بالنظر للأضرار اللي كتخلقها الولايات المتحدة الأمريكية للشعوب وشعوب المنطقة ديالنا، كان يتوجب قطع العلاقات بالحقيقة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ماشي توطيد ديال العلاقات معها والتسابق مع بلدان أخرى على كسب ويدها. والنقطة الثانية دائما عالميا هي هذه الهرولة غير مفهومة نحو التطبيع مع العدو الصهيوني اللي هو إسرائيل، خصوصا وأن إسرائيل تتمادى في بناء الجدار العازل في جدار الفصل العنصري، تتنكر لبرنامج
ديال العودة وتقرير المصير تتنكر لحقوق اللاجئين لبناء الدولة الوطنية المستقلة على يعني على أراضي محتلة 67 إلى آخره. وطنيا وسأسرع كان واحد العدد ديال المؤشرات السلبية جدا، كان واقع ديال قمع الحريات عكس الخطاب اللي هو جاري تسمعه، حرية الرأي، حرية التعبير، حرية التظاهر، وهذا الشيء تلمسوه يعني تجاه بالخصوص واحد العدد ديال الفئات يعني المناضلة، أما الطبقة العاملة، أما المعطلون اللي تيطالبوا بالشغل، أما سكان واحد العدد ديال القرى لأن تضروا خصهم الماء أو تعرضوا لبطش السلطات أو تم استيلاء على الأراضي ديالهم إلى آخره، هذا يعني واحد العدد ديال الفئات في الأحياء الشعبية إلى آخره. وكاين واحد القمع مسلط على الصحافة وبالخصوص يعني هذا الصحافة اللي الصحافة اللي يعني ديمقراطية وعندها واحد الحس. وآخر مثال هو هذا الشيء ديال اللي وقع في بالنسبة للمواطن الآن الصحفيين يعني أريري وحرمة الله. وكاين واحد العدد ديال الاعتقالات واختطافات وقعت في واحد العدد ديال المناطق لا زالت سارية بما في ذلك في مدينة سلا. وحنا عندنا الآن محكمة الاستئناف في أكادير وفي القصر الكبير حكمت على واحد العدد ديال المناضلين، منهم عدد مهم ديال المناضلين ديال النهج الديمقراطي، وصلت إلى 4 سنوات سجن نافذة بدعوى المس يعني بالمقدسات. وهانتوما كتشوفوا كيفاش يمكننا حنا نشاركوا في الانتخابات اللي باقي فيها الواقع ديال العسف وديال التسلط بهذا الشكل. هذا كاين نقطة جوج هي الالتفاف على ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، حيث يعني ما كاينش الحقيقة كاملة، مثلا الملف ديال المهدي بن بركة، مثلا الملف ديال عبد اللطيف زروان ما عارفين فين مدفون والعائلة ديالو تشوف يعني دفنوا على طريقتها إلى آخره. الملف ديال الانتفاضات الشعبية الكبرى بحال مارس 65، يونيو 1981، انتفاضة ديال الريف 58، انتفاضة ديال 84 اللي عمت واحد العدد ديال المناطق في الشمال وفي مراكش أيضا. هذه كلها ملفات اللي ما دار فيها والو. كاين جبر الضرر الجماعي، المساءلة تم القفز عليها. إذا هذا الملف حنا بالنسبة لنا كنعتبره ملف مفتوح وما يمكنش هكذا يعني تم طي صفحة الماضي. نقطة 3 في الوضعية العامة هي تردي الأوضاع الاجتماعية عناوين بسرعة. كاين فوارق طبقية مهولة، الجميع يشهد على أنه يعني الآن عندنا الأغنياء يزدادون غنى والفقراء يزدادون فقرة، غلاء الأسعار مستمر رغم يعني النضالات الهامة اللي قامت بها تنسيقية ضد غلاء المعيشة والدفاع عن المرفق العمومي، واللي بكل تواضع يمكن نقول لكم بأن النهج الديمقراطي تلعب فيها دور محوري جدا. كاين استغلال فاحش للطبقة العاملة إضافة إلى الطرد والتسريح وهضم الحقوق وضرب قانون الشغل على علته ومحاربة يعني العمل النقابي بهدف الاجتكاك ديالو بالمرة. كاين تفاقم الفقر والبطالة والهجرة القروية، ناهيك على الهجرة يعني نحو الخارج وما يسمون المغاربة بالدارجة يعني هذا الشيء ديال الحريق. وكاين الضرب والتفكيك ديال ما تبقى يعني من القطاع العمومي والخدمات العمومية، التعليم، الصحة، انتم شفتوا هادشي ديال الخوصصة، واحد التدهور خطير وقع هاد الأيام في ليزيرجونس، بحيث أنه الناس من فترة الانتظار ولاو تيموتوا، وحنا في يعني في عندنا واحد العدد ديال المناضلين في الجمعية المغربية حقوق الإنسان وغيرها اللي تيمشيو دابا تيغوتوا تستنكروا يعني هذا الواقع متردي اللي وصل له قطاع الصحة. على المستوى الاقتصادي كما قلت كريس تبعية للدوائر الإمبريالية العالمية، إذا تكريس طبعا تبع الاقتصاد المغربي، تكريس ديال الاقتصاد الريع والمضاربات بالخصوص هادشي ديال مؤخرا في السنوات الأخيرة في
المضاربات في هذا القطاع ديال العقار مع تدمير الطبيعه. وهذا واحد الملف اللي مهم بزاف اللي خص القوى الديمقراطيه والتقدميه تتناضل عليه، يعني يدخلوا جدول العمل. هو هذا الملف ديال البيئه ما اصابها من دمار بسبب هذه الاستثمارات المتوحشه. وكاين لا ننسى بانه النسبه ديال النمو ضعيفه جدا، وبالخصوص هذه السنه هذه مع اللي ضرا فيها الجفاف، ولكن ماشي هو ديما السبب البنيوي مع الجفاف، اذا عمق هذا الضعف ديال نسبه النمو اللي في تقديرنا لن تتعدى نسبه ديال 2.5% هذه السنه هذه.